الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. إخوة الإيمان والإسلام، مع الشطر الثاني من الحديث النبوي الشريف الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وتكلمنا عن الحسن بن علي، واليوم بإذن الله مع الحسين بن علي رضوان الله عليه. وللحسين مواقف كثيرة، ولأنه دخل أرض السياسة، لذلك تجد المؤرخون وأهل السير أطنبوا في سيرته رضوان الله عليه. وهو الذي كان يوم كربلاء، وهو الذي قطع برأسه وسيل دم المسلمين في كثير من أنحاء الأرض، كان الحسين بن علي أول أساس في هذه المعركة، معركة بين الحق والباطل، لكنها تبرورت بأحداث سياسية عظيمة. كان شاهدا على العصر، العصر النبوي والعصر الأموي، ودخل معركة السياسة. ودخل معه في هذه الحلقة من كان يريد بالأمة الإسلامية المقر والدهاء، فقتل أخاه ونسب قتله إلى بني أمية، لكن الذي قتله كان هم الخوارج وأهل السلفيين. لكنها أحداث عظيمة مرت بعالمنا الإسلامي وبأمتنا الإسلامية العظيمة. الحسين ابن علي رضوان الله عليه ولد في العام الخامس من الهجرة بعد أخيه الحسن بعامين، ومات في العام 61، أو قتل في كربلاء في يوم الجمعة يوم عاشوراء. بين هذين التاريخين، ليس تاريخ رجل عادي، ولكن تاريخ أمة تدور بين هذه الأعوام. قال فيه جده الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من حب حسينا، الحسن والحسين من الأصباط رضوان الله عليهم. وقال فيه جده صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة، هو أشبه الناس بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. تقاسم الحسن والحسين جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الوجه الحسن، وأخذ بقية الجسد الحسين رضوان الله عليهم أجمعين. وكان له إخوة غير الحسن والسيدة زينب رضوان الله عليهم، كان محمد بن الحنفية والعباس بن علي، وقيل كان عليا بن علي، وكان مع أبا بكر بن علي وعمر بن علي. وكان رضوان الله عليهم كل منهم سمى عمر، وسمى أبا بكر، وسمى الحسين، وسمى الحسن، وكانوا يتبادلون الأسماء في بيت النبوة. إذن كان له إخوة من غير السيدة فاطمة من أبيه علي رضي الله عنه. الحسين بن علي رضوان الله عليه اجتهد في الفقه، واجتهد في الفتوى، وكان مثل أقرانه في زمانه، فصيحا أديبا بليغا، غير أنه يفوق عليهم أنه تربى وترعرع في حجر جده صلى الله عليه وسلم، وبين أبيه وأمه فاطمة رضوان الله عليها، غير أن السيدة فاطمة رضوان الله عليها هي أول من لحقت بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم.
بعده بستة أشهر، وفجعت الأمة بموت أبيها صلى الله عليه وسلم، وبعده بموتها رضوان الله عليها، ودفنت في البقيع. وبعدها الحسين مع أخيه الحسن وأخته السيدة زينب وإخوته من أبيه علي رضوان الله عليهم أجمعين، تربوا في خلافة أبا بكر الصديق، وبعدها في خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي أبيه، وبعده أخيه الحسن بن علي. هذه الأعوام الأول تمر على هذا الرجل الكريم ذو الخلق الجم ذو الوجه الوضاء، أشبه الناس بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهما سيدا شباب أهل الجنة، وحق لهم ذلك، فإنهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم، والنسب الأول لبيت النبوة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحسين بن علي تمثلت فيه شخصية الفقيه الورع، وتمثل فيه العقل الحاذق، وكانت كما يقول بعض أهل السير، وكانت هذه هي مصيبته في نفسه، أنه كان فقيها ذو رؤية ذو بصيرة، أصابته في نفسه قبل أن تصيب الأمة الإسلامية، وبه اكتسبت الأمة الإسلامية واكتسبت قريش عداوة بني أمية وبني عبد المطلب بينهم وبين بني أمية، لأن بقتله لصقت تهمة القتل ببني أمية وبيزيد بن معاوية، وأصبح خلافا دائرا في الخلافة الأموية، وتوارثها العباسيون بعد ذلك، فهم ضحية أهل السياسة والرأي، وكان على رأسهم الحسين ابن علي رضوان الله عليه. هذه الشخصية الفزة التي أثارت جدلا بين علماء الإسلام والمسلمين على اختلاف العصور، كل فهق هذه الشخصية وفهمها وفقهها ببعد له، لأنها شخصية سياسية غير أنها شخصية من آل البيت، غير فقهه وورعه. ويتمثل هذا الفقه في هذا الموقف الجلل والعصيب عندما قتل أخاه بالسم والحسن بن علي، ودخل عليه في لحظاته الأخيرة ومات بين يديه، وغسل وكفن بيديه، وكانت وصيته من أخيه، وصية الحسن لأخيه الحسين، أنه يدفنه بجوار جده المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ولو أن الأمر سيحدث به فرقة بين المسلمين لا يسل سيفا ويدفن في البقيع. وبالفعل غسل أخاه وكفنه وخرج به ليدفنه في البقيع، فاختلف الناس، أيدفن عثمان في البقيع ويدفن الحسن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة المباركة؟ وتنازع الناس، غير أن كبار الصحابة نزلوا على رأي الحسن قبل موته، غير أن الحسين لم يرضيه هذا الأمر، إلا أنه نزل لقول أخيه ووصيته قبل موته، ودخلوا ليصلوا عليه. وكان أمير المدينة وقت ذلك هو سعيد بن العاص، واليا من ولاه الذين أمرهم عليها معاوية بن أبي سفيان. وعندما وقف عند رأس أخيه ليصلي عليه، دخل سعيد، فأدخل سعيد بن العاص ليصلي على الحسن بن علي، وقال: لولا أنها سنة ما تركتك لتصلي عليه. هنا يتجلى هذا الفقيه الورع في هذا الموقف المصاب، أنه ذو رؤية وذو بصيرة وذو حفاظ على سنة جده صلى الله عليه وسلم، أن يكون ولي الأمر هو من يصلي على الميت، أو إمام المسجد، أو إمام البلدة، أو إمام القرية. نعم، فقيه ورع ذو رؤية وذو بصيرة
وكما قالوا أنها كانت مصيبته أنه ذو رؤية وذو بصيرة. الحسين بن علي ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحتان من الدنيا، وهما أقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيهما حسبه ونسبه بعد موته. والحسين عاش حياة كان ثريا غير أنه كان ورعا، تمثل في العلم، في الخروج إلى الفتوحات، فارسا قويا، شديد البنيان، شديد الرأي، كل ذلك تمثل في شخصية الحسين بن علي، وكل ذلك هو ما أثار جدلا حول هذه الشخصية الفذة التي غيرت بقتله مجرى التاريخ الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة. فبحز رقبته وسالة دمائه الزكية الطاهرة تسير معنا إلى يومنا هذا، ونرى خلافا جما بين السنة والشيعة، وبين أهل العراق وغيرهم، وبين أهل خراسان وغيرهم، وبرأسه الطاهرة المباركة أثير خلافاً بين علماء الفقه والسير في كيف تنقلت إلى أن وصلت إلى أرض مصر. الحسين ليس شخصية تتمثل في حلقة أو حلقتين أو ثلاث أو أربع، لأن لها جوانب عديدة، لكن نستطيع أن نقول فيها أنها شخصية العالم، شخصية الفقيه، شخصية السياسي، شخصية ذو الرأي والبصيرة، من يرى خلف الأسوار والأضواء، من يرى ببصره وبصيرته وقلبه مآلي، لأنه علم أن آخر طريقه قتلا، ومع ذلك صار في طريقه. كيف صار في هذا الطريق؟ لما تولى أخاه الحسن الخلافة وأصبح هو الإمام الخامس والخليفة الخامس وأمير المؤمنين الخامس بعد أبيه علي، وبعد قتله بالسم أصبح الحسين مرتقبا بعد تنازل الحسن لمعاوية بن أبي سفيان، واستقر الأمر على ذلك، على ألا يسب عليا، وعلى ألا تكون الخلافة ملكا عضوضا بعد معاوية، وأن تصير شورة بين المسلمين. وهنا كانت الفاجعة، مات الإمام معاوية، سيدنا معاوية بن أبي سفيان، ولما مات رحل الحسين إلى مكة، وهناك بايعه المسلمون على الخلافة. وهنا نقف في مكة، فتجد أن الأخبار تأتي إليه من العراق ورسائل قد يعرف بعضها وقد لا يعرف بعضها، من أين أتت إلى الحسين بن علي، وكيف أنه يعرف أنهم لم ينصروا أباه ولم ينصروا أخاه، فكيف أنهم سينصروه في هذا اليوم العصيب. ومع ذلك ترك مكة وخرج في 32 من الفرسان، و40 راجلا، و17 شابا، كلهم من بيت النبوة، كلهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وصار في طريقه إلى كربلاء. وهنا تأتي الفاجعة التي فجعت بها الأمة الإسلامية إلى يوم الناس هذا. لماذا؟ علمت بني أمية بخروجه وأن الناس قد يبايعونه،
فيصبح خليفة للمسلمين، وأخذت بيعة في دمشق ليزيد بن معاوية، وأصبحت حربا ضروسا واضحة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبني أمية من جهة، ومن يتربصون بالأمة الإسلامية ويدسون الدسائس من جهة أخرى. خرج الحسين بن علي رضوان الله عليه ذاهبا نحو العراق إلى أرض مقتله وحتفه، قد يدرك ببصيرته أنها النهاية، ولكنه عزم على الأمر ونظر أن للمسلمين في رقبته بيعة فلا بد أن يسير بها مهما كان الطريق ومهما كانت النهاية، وهذه هي الأمانة التي صار بها وخرج بها الحسين بن علي. لماذا خرج؟ خرج لأمانة البيعة، ولتكون الخلافة شورى بين المسلمين. وهنا يصل إلى أرض كربلاء ويحاصر من بني أمية، وتخاذل عن نصرته أهل العراق وشيعته كما تخاذلوا عن أبيه وأخيه من قبل، ولذلك أشار إليه أصحاب الرأي: لماذا تخرج إلى هذه البلدة ولن ينصروك؟ مع أن أباه سأل الفرزدق يوما عن أهل العراق فقال: يا أمير المؤمنين، إن قلوبهم معك لكن أسيافهم عليك. لكنها كما قلت هي الأمانة التي خرج بها الحسين بن علي رضوان الله عليه لتكون الخلافة بيعة وشورة بين المسلمين. وبالفعل صار بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وشباب بيت النبوة إلى أرض العراق، ولما حوصر وكادت الحرب أن تقل علم أنها النهاية، وتوضأ وصلى وأخبر إخوانه وأخته السيدة زينب ألا تفجع على قتله، وحارب إلى آخر رمق، إلا أنهم غدروا به وكانوا كفيلين أن تنتهي المعركة لصالحهم، مع أنهم قلة وباقي جيش بني أمية قصر بلا الآلاف، إلا أن المعركة دارت في ساعاتها الأولى لصالح الحسين بن علي ومن كان معه من الفرسان، فالكل بايع على الموت، والكل نظر إلى أنهم لو أفنيت هذه البقية فمن سيبقى من بيت النبوة، وكأنهم قد خرجوا كلهم لحتفهم. وبالفعل قتل فيها، وقطعت رأسه الطاهرة الزكية، وأصيل دمه في يوم عاشوراء، وإن كان هذا اليوم هو يوم نصر من عند الله عز وجل، فإن الله نصر فيه موسى على فرعون، إلا أنه كان يوما أليما على أمتنا الإسلامية، وسيظل إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأنها تفرقت الأمة أكثر مما كانت في على فرقتها في يوم علي وعثمان، لأن اليوم أصبح يوم دماء، والفرقة أصبحت فرقة الدماء، والكل سينتصر فيها للدماء. لكن لما حملت رأسه الطاهرة الزكية الكل بر بها، يقال أن يزيد عبس بها، لكن كلهم باروا بها إلى أن وصلت إلى مرقدها ما كان عليه من مسجده في القاهرة. الحسين
في هذه الشخصية الكبيرة والجديرة بالذكر والكلام عنها كثيرا. الحسين فيها كان بطلا، لماذا؟ لأنه صار منذ أن ولد في طريقه ورعا فقيها عالما يوجه الأمة الإسلامية إلى مسارها الصحيح وإلى الروضة المباركة الطيبة. نعم، لم يقبل يوم معاوية أن تنازل أخاه الحسن، لكن نزل إلى رأي الحسن بن علي وإلى رأي المشورة. نعم، لم يوافق على بيعة معاوية، لكنه صار بين الناس في بيعة إلى أن مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. الحسين بن علي حج كثيرا مع أخاه الحسن، وكان لهم من التبادل والزيارات الكثيرة التي ذكرها أهل السير وأهل التواريخ. وكان ليس مثل أخيه مزواجا، نعم كانت له ذرية كبيرة، قتل معظمها يوم كربلاء، إلا أنه بقى من أسره ومن أسر أخاه الحسن وأخته السيدة زينب، إلى أن رحل منهم الكثير إلى أهل مصر. كان الحسين رضوان الله عليه كما قلنا أنه صاحب المشورة والعقل. كانت قريش تعلم له الفضل، ليس الفضل هنا أن كان جده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا أنه كان عالما فقيها ورعا فارسا مقداما، وكان صاحب المشهورة، وكان شابا يافعا تربى مع شباب أهل المدينة خاصة على آثار جده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نقرأ في سيرته نجد أنهم كانوا كلهم ينظرون إلى الحسن والحسين لشبههما بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصفات الجسدية والخلقية، وأنهم الأثر الأقوى والأبقى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل كما قلنا معركة السياسة كان لابد أن يذوق مرارة منها، لماذا؟ كانوا ينظرون إلى أنه لو أصبح خليفة للمسلمين ستظل الخلافة في بيت النبوة ولن تخرج إلى غيرها. فكانت أيضا من مصيبته التي دفع بها ثمنا باهظا هو وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم دفعوا ثمنا باهظا عظيما مع أنهم لم يفعلون أي شيء، وهم دماء بريئة نحتسبها عند الله عز وجل كما تحتسبها الأمة الإسلامية. غير أن لحظات أخيرة في حياته رضوان الله عليه ووصية جميلة لأخته السيدة زينب رضوان الله عليها ووصية لأبنائه، وهو لم يعلم أنهم سيموتون أو المعظم سيموت في هذه الأرض وفي هذه المعركة، غير أن الحرب أخذت الرحى وضارت عليهم هذه الساعة وقتل فيها. الحسين هنا ترك لنا تاريخا جما وصفات لابد أن نتعلم منها.
أولا فروسية هذا الرجل، إقدامه على الحق دفاعا على الحق، دفاعا على مبدأ الشورى بين المسلمين، لتتأصل قاعدة فقهية تؤصل لنا كما أصل يوم موت أخيه. فأصبح بهذا اليوم الذي أقدم عليه الحسين كان تأصيلا لمسائل فقهية هامة أدركتها الأمة الإسلامية على مر العصور، وألف فيها كثيرا من الكتب والمخطوطات. الحسين بن علي رضوان الله عليه يلحق في هذه الساعة بجده النبي صلى الله عليه وسلم، وبأبيه وأمه وبأخيه، ويلحق بعده بلحظات كثير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ورآه بعض الصحابة في المنام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتروون هذه الروايات وهذه الرؤى على أن بعض الصحابة رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرهم بمقتل الحسين، فهو الذي قال فيه جده أنه ريحانة وأنه سيد شباب أهل الجنة، وهو الذي قال فيه جده حسينا مني وأنا من أحب الله من أحب حسينا، أحب الله من أحب حسينا، فبحبهم تنالوا بركة حب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الذي قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الله من أحب حسينا. فنحن نشهد الله عز وجل أننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.